التعقب من أفضل السلاسل اللي قد صورتها داخل قناتي. أحب هذه السلسلة بشكل مرة كبير. اللي ما يعرف وش هو التعقب، اللي هو تحدي بسيط بيني وبين الشخص اللي قدامي، يتخبى في أي مكان في العالم، وإذا ما حصلته أدفع له مبلغ 10,000 ريال. تعال خلني أوريك مثال بسيط. تحدي كلاتي يا نايف، تمام؟ راح أخليك تروح تتخبى بسيارتك فيها أي مكان في الخرج، أي مكان، تمام؟ صعبة، ما تبلاقين لي 25 دقيقة. إذا ما طلعت سيارة حقت لك 10,000 ريال. بعدها يا جماعة الخير نحط قطعة داخل السيارة، والقطعة هذه تحدد المكان اللي هو راح يوقف فيه. طبعا هنا يا جماعة الخير خبينا كل أجهزة التعقب داخل سياراتهم وهم ما يدرون. راح يمكن والله راح 20 دقيقة بس، يلا عطنا وداعية بس، انطلق. طيب يا جماعة الخير الحين الكل انطلق للمكان اللي راح يتخبى فيه، في اللي اختار الشمال واللي اختار الغرب واللي اختار الشرق واللي اختار الجنوب. السلام عليكم. مرحبا يا مختار اسامة. اسامة مسوي لي تحدي، طلع لي زبون اي مكان في الخرج انا بطلع. المشكلة هو حافظ الخرج، عندي مكان تبغى انا اروح له بس بعيد عليه. انا من بعيد يا 10,000 والله من بعيد عنا. يو يا الكاميرا بنتهي بالجوال، يقول بيجيبني الرجال. اتحداها اتحداها هذا مجنون، شلون بيجيبني؟ صعب هذه فيها 10,000. مشكلة شارلوك هولمز بيقفطني المحقق هذا وجهي، قابلني لو شفتني او عرفت مكاني. شوفي مزبن مدخل صغير، وين؟ مرة ما حد ياخذ بباله ابد، وين؟ بس مكان يمكن ريحتك شوي كريهة. دوالا روح رايلا. والله طول ده. طول خوي، طول خلي ياخذ واحده، ياخذ راحته. تبغانا نجيب القهوه؟ اي والله ناخذ قهوه، نجيب القهوه ونجلس. تدري ايش ابغى اشوف؟ ابغى اشوف وجهه اول ما اقابلك كذا، ابغى اشوف وجهه بس. والله العظيم والله انا بينزخ. والله بتنزخ يا ابو عبد الله، وانت كيفك يا اخي؟ فراسي مكان، فراسي مكان، بس لا خليني اتاكد انه ما يتبعني. ارجع لي يا جماعه الخير ثواني. خلصت ولا باقي؟ وش اللي باقي؟ أجيك ولا وين أطلك؟ توي يصبر. كم يبي لك؟ 5 دقايق كذا. يلا يلا يلا. أنا يا جماعة الخير الحين بنتظر، هذا جهاز التعقب شغال، تمام؟ قاعد يتحرك حب حب، راح ننتظر وين يروح وأنتظر اتصاله ونصيده. مرحبا الأمير. هلا والله. هذا جهاز التتبع شغال، اخ كنا معلق عنده، معلق ان شاء الله انه يتحدى دقيقه في الشبكه من عندي. جهاز التتبع الان معلق، يا رب انه يا رب يا رب ما انكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بشر خبيت الباقي. خلاص خلاص تخبيت طال عمرك وعندك الموضوع. خلاص ابدا يعني احسب لين 15 وابدا. بس احسبك خلص 14. يلا بعد دقيقة طلع. يلا بدور في السيارة لما النقطة اللي طلعت لي حقتهم لين يحدد. يقول بيجيبنا بس ما في أمل والله يا أخي، بطول أحس. يلا يا سامة يا شيخ وقت، ترى ورانا أشياء كثيرة يعني. مرحبا. هلا نايف. هلا والله، دقيقة حطك السبيكر. كنك أبعدت يا ولد، وينك؟ بالعكس ماني بعيد أبدا. يعني أنت حولي؟ أنا قريب من المنطقة بس أنا عاد ما ينفع لمح لك. ايه بس انا في راعي سياره يتبعني، لا يكون هذا انت. لا لا ماني براعي سياره والله. اه انت توك البيت ما حركت؟ لا باقي في البيت ما حركت. يا جماعه الخير القطعه ثابته في حي الورود، موجود حي الورود في الخرج، اعطاني اياه قال حول الزون هذا، ابحث عنه. انا عند كلمتي الى الان ما راح تلقاني ترى. ايه باذن الله باذن الله، بس متى انت لبقت خلاص ابحث عنك الحين ولا ايش؟ لا دقيقتين بس، دقيقتين اعطيني دقيقتين. يا ولد شكل ابعد ذا مره. يلا يلا بعطيك دقيقتين. طمكم وين راحوا؟ راح والله. نحن بجيب الكاميرا واسجل لكم واوريكم كيف تتحرك النقطه يعلمني. حدث يا جماعه الخير، حدث شوفوا طلع لما الطريق العام طريق الملك عبد الله. انتظره لين يتصل علي. الو ارحب ابو عادل. هلا. ها بشر توزيت؟ ايه اجيك الحين. كيف انا وقفت. يلا يلا راح نطلع له الان يا جماعه الخير، نحدد الموقع بس في اللوكيشن ونطلع له. راح موقع النذل وغيره، والحين بروح للموقع الثاني. كيف القطعة؟ قسم بالله أقوى من أمها. أي والله ربي إنه شيء قوي. أي والله 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 أني أرجع الإمارات أمطلي مش واحد أخذ لي 5، لأني أنا من الناس اللي أضيع كل شيء في حياتي. حدثت القطعة، رايحين ورا يا جماعة الخير، بس قاعد أسوق ما في ذاكرة، بصور الشاشة. رايحين ورا عند المعارض سابنين، دي بعد عني 3-4 كيلو. وين 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 نذهب وأين نذهب؟ أخوي أسامة قبل تجي الله لا يهينك، الله لا يهينك،
تجيبها ظرف كذا 500 ولا 100 ولا ايش تبي؟ ليه ليه؟ جيب 500 عشان ما تصير كثير، جيب 500 انا اقول احسن. ما راح يحصلنا، خلنا نرتاح بس خلنا اشارككم الهجمه هذه نبحث لنا خصم ونهجم عليه. حيا وسهلا، كيف الحال؟ ابشرك بخير. ها وصلت من الخرج ولا عدك؟ ايه الله وصلت. وين في بالضبط الحين؟ والله توني داخل الخرج. انزين، ابى اتلاقى معاك يا اخي. تذكر يوم جيت اول يوم الخرج؟ وديتني محل شاهي ملعون والدي، تذكرها صح؟ اللي قلت لي هالشاي الكل يمدحه، اللي قلت لك ديزاينه حلو وهذا. انزين اسمع، انا بوقف سيارتي في مكان هذا الموقع. جماعه الخير تحدى. بسم الله، حقق الجوال. لا 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 لا، طيب هذا هو. برضو حذفت بعض المقاطع، يبعدون عني 7 دقائق. يا ويلي متوزين مره، هذا انا ترى مقرب. انا ما اوكي، انا يا جماعه الخير اعتبر بعيد الحين، يعني مبعد عن بيتنا كثير. هذا حنا قربنا، شوف اللوكيشن قدام. لولا ما حدد الموقع بشكل كويس، الحين رايحين للموقع اللي خلاص توقفت عنده، واخر تحديث لها كان قبل 10 دقائق. ما عاد تحركت القطعة، وراح نشوفها الان باذن الله. طالع لك الموقع انه هو هنا يمين. بسم الله، يا الله الراتب يجيك. طفرانين مره. ايه ابغى اشوف وجهكم، بس ابغى اشوف وجهكم. انا بس اللي ابغى اشوفه وجهك، وجهك يا ابو حريش انت الرجال، هذا اللي بيشوفه من العنوان. المقطع يقول خسرت 10,000 ان شاء الله. طيب وصلنا لمن لوكيشن يا جماعه الخير، هو هنا في المنطقه على اليسار. طاهر القلب نقي ذايب لله، المصطفى الصفي صلى عليه الله، كلماته وصفاته سبحان من سواه. شطافر يا جماعة الأرض. أيوة هذا متوزي. ها يخرب بيته زابن، شكله بيفطر. السلام عليكم. والله زابن مبكر حلو يا كلب. زابن ورا شكله، زابن ورا هنا. والله جاء. والله جاء الكلب. اجيبك يا ابوي اجيك. بسم الله الرحمن الرحيم، ما تدري شلون بالله. طيب تعال بسم الله. حق التعقب يا كلب. طيب يا جماعه الخير، هو هنا موجود عند المسجد هذا على اليسار. اي والله اشوفه، قسم بالله اشوف انواره. انا هنا اجيك يا وحش. حاب تقول كلمه للجمهور ان شاء الله اللي بيشوفنا حناخذ ال10,000. الله بس تخيل الحين ايش مسوي فيك؟ خرجت كذا زبته هو. بقول الكلمه للجمهور بشغل ال10,000. والله جابنا يا ولد، جابنا. يا سلام يا سلام العيال، هلا والله حياكم والله. يا ولد هذا اللي دلك بالمكان تخطف ناس انت؟ الو والله المكان بعيد. ايه والله عيال المكان يخوف. ايه بعيد عن التصوير، والله المكان يخوف والله العظيم. طيب تدرون وش حاط؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
قطعة تتبع باليوم معكم. يا أخي أنت كنت أحلام. أيوة قربنا نجي على خير والجديد. والله سواها. هلا معادل. تزبني ما راح اجيبك. تزبني ما راح اجيبك. وين يا ابو صالح؟ طيب ما حسيت بشيء جوا السيارة شيء؟ لا والله. ما جاك اشعار على جوالك الايفون شيء؟ اشعار لا. طيب اسمع ادخل جوا السيارة. اي والله هلا اسمع. في شيء؟ اي والله. وين اسامة؟ شوف 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 هذا. لا يا ولد انتظرك خلص صلاتك بسرعه وتعال. يا اخي بطل غطا البترول. بتحصل مفتاح السياره. ايوه زين شغل لي. يعني مبروك علي قصدك. وشو دقيقه لا هذه سوق الهبل. بالله امسك الكاميرا شوي. لا 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 هذا انت قاعد ايوه طيب ايوه اوكي انت مو راح تدور سياره ترى في فرق بين اللي انا ادور كنت ولا والله حيوان ايوه غيرت الكلام والله حيوان كبير انت قلت الموتر والله حيوان كبير ابو عبد الله هذا المحل راعي الشاهي طبعا بيصل عن مكانه موجود على طريق الورود عرفت طريق الورود حق الخرج هذا البرج موجود على طريق الورود هذا هو راعي الشاهي يتقهوى ومتعرف على راعي الكافي شغال تمام شكله يا خاير لك يوم السلام عليكم هلا بالشيخ كيف الحال علومك بشرنا عنك طيب هلا والله كيف الحال متعاون متعاون عدد من سلسلة التتبع كانوا دائما هم اللي يتخبون وانا اللي ابحث عنهم لكن اليوم انقلب التحدي راح اتخبى انا وهم يبحثون عني واللي حصلني راح ياخذ مبلغ 10,000 ريال لكن عندك وصل مساعدة كثيرة في كل وسيلة مساعدة راح تستخدمها راح ينقص من المبلغ اذا قرر انه يستخدم قطعة الارتاق او قطعة الجي بي اس راح ينقص منه مبلغ 5,000 ريال الخيار الثاني اذا اختار فيديو تلميحي عن مكاني راح ينخصم منه 3,500 ريال لو قرر انه ما يستخدم قطعة التتبع والمقطع التلميحي ويستخدم وسيلة الاتصال راح يخصم منه 1,500 ريال لكن مقطع اليوم فيه خدعة هذا هو مشاء راح من ورا طيب حد مركبنا السيارة يقولون لنا جاهزين راح من ورا من هناك ما فينا طريق الملك فهد او ممكن يطلع طريق الملك عبد الله من الجهة هذه المشكلة معطيني 15 دقيقة انتظار واني يبي يبعد شكله يعني مستحيل يروح طريق الملك فهد طريق الملك فهد هنا على طول لازم يظهر كونان الذي بداخلي قبل يومين يا جماعة الخير قررت اسوي خدعة داخل هذا المقطع اللي هي اني استخدم حمامة واربط فيها قطعة التتبع خير خدنا الحمامة راح نطلع الحين من المكان شوف متى بنمشي يمكن يعطينا خصم دقائق ولا شيء نمشي الو السلام عليكم هلا والله كيف الحال ها طولت يا اخي حقيقتك ابعد خلاص عطني مجال خليني امشي طيب يا جماعة الخير زبنت في مكان فالحين ننتظر لا انا بدق عليه بقول وينك نايف اي خليني ادق عليه هلا نايف هلا وينك يا ولد طولت وين طولت انا الحين خلاص ريب منك ما بيعلمك ادوي يلا انتظر خلاص انت جيت الحين يلا انتظر يا شكله مرتبك انا متضح انه مرتبك انه ماشي من كلامه واضح انه في ربك حس اني بجيبه طبعا شافني
حصبين يعني عشان نقرب في المكان صراحة. يمين ويسار. وش ده؟ شيء سريع كده هو. شكله يسوق يا عيال. كان شو اسمه يسار. حبيبي هذا يسوق. قاعدة تنتقل. قاعدة تنتقل ذي. جاء الخير يتصل علي دقيقة دي خلني أرقى الغرفة. هلا نايف. ليه ما لقيتني؟ أنا لا جالس زابن. ليه وش صاير؟ أخي أنا كنت على الشارع والرتاج مطلع له إنك تسار. طيب. فكر كذا طلع الرتاج غير مكانه من تطلع يمين. خلص يمين تحرك من مكان لمكان. أنت قاعد تمشي نتوقف. أنا قبل شوي كنت قاعد أمشي ولكن الحين وقفت. يلا يلا انتظرك ترى 5000 راحت باقي لك 5000 ها؟ ما عليك يلا 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 انك تحلم يا علي الله انك تحلم بتكي الحين اخذ لي جيم فورتنايت واخليه هو يدور يدور وش ذا الموقع طلع لنا في المسجد في ناس وفي سذا بدخل كلمة جوالي كذا سوي تصوير خفي لان انا في المسجد ف لا والله ما في احد مسجد ما في الا حلقة مو تاك كله في المسجد زاب من ورا يعني ولا وين هذا صدق والله بيني وبينكم صدق 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 والله بديت اخاف صراحه من الموضوع صراحه خلي احنا اكبر من ذلك خلني بدق عليه طول والله بدق عليه طول الو هلا نايف سامة لا من طبيعي وشو يا اخي قاعد احاول اسرقلي ما احط شيء قدامي يعني كاني اتحرك المفروض انه يقابلني وجه بوجه حلو انت اختفى ما في شيء وش اللي اختفى؟ انت مدري الارتاج يا اخي جايني من جهه وانا جاي من جهه حلو المفروض نتقابل منه طيب وش صار؟ انا لا لا انت تدخل في الارض انت ولا تقبل جدران جني انت وش ما سمعتك وشو؟ مره احط لك مختفي قبل اقابلك وجه مختفي مره في نص البيوت جني انت ولا وش؟ اقول انت فيك شيء توني ترى شاطف لمك وضارب لك بوري بس انت ما انتبهت وش ظنك اطير يعني ولا ايش؟ بيدري والله يا اخي انا شفت سوقه والله مو طبيعي والله شوف باقي عندك خيارين تمام؟ عندك فيديو واتصال الفيديو قلت لي ينقص 4 اي الفيديو ينقص 3.5 1005 يعني ينقص 1005 يبقى لك 3500 اشوف هو ترى افضل مثال افضل خيار والله بكيفك بكيفك والله ما انا خلاص بكيفك اختار ما دخل طيب شوف اذا كلمت اعطيت كارم لازم تكون بيت عادي اذا بتعلمني عن مكان لازم ايش؟ لازم تكون موجي اذا بتعلمني عن مكان بتعلمني عن مكان بتنحاش منه المكالمه ترى بتكون 30 ثانيه تمام؟ ايوه وبيكون في تلميح واحد بس ايوه وما راح اتحرك بعدها؟ بعدها ما راح اتحرك بس اذا تاخرت ترى فوق 5 دقائق راح اتحرك لا ما عليك خلاص اذا طيب خلي الوقت يبدأ الحين وأقول لك إيه؟ ركز معايا يا نايف المكان اللي متخبي فيه VR أيوة. هو مكان يسكنون فيه الناس يسكنون فيه يعيشون فيه الناس أيوة. ممكن يوم من الأيام يتغدون فيه أيوة. ممكن يتعشون فيه انتهت المهلة ينامون فيه بعد ممكن يوم من الأيام ينامون فيه كفى ما أقدر أقول لك أي شيء مع السلامة صراحة أسلم يعني أسلم لي رجلك على راحت كم؟ راحت كم؟ طاحت 1500 يعني باقي لك 3500 ريال اذا لقيتني بالتوفيق يا اخوي. يلا انتظرك ها؟ يا الله الطمع يضيع ما جمع والله ان الطمع يضيع ما جمع لو مختار فيديو لو قال فيديو خذ 1005 اقسم بالله العظيم انه افضل له ولكن الطمع يضيع ما جمع ننتظر. اطق على باب البيت يعني اللي تجي عليه الارتاج يطلع لي احد وش ده طيب خلاص والله بتصل ما 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 بطب الفيديو خلاص ما بجائزة والله صدق خلاص لازم ابيها بس بعرف وينها يا اخي اني قاعد تنكر كذا لان اذا كان يسوقها بس اتفاهم معه عاد انا انه مو طبيعي صراحه التنقل هذا مو طبيعي حتى المسجد دخلت فيه يعني بديت ما اطالع الارتاج لانه الارتاج يجيبني في اماكن هو مو موجود فيها قاعد امشي وراها كذا وما في احد بدق اطلب فيديو هلا نايف الو سامة ارحب يا شيخ ها وينك؟ شوف انا بسال سؤال قبل ما اقول ها انت انسان ليه؟ صراحه يعني وصلت لمرحله اني انا جيت
عند مسجد قبل شوي حاطين الارتكاز طالع اللي كان عند المسجد. ايوه دخلت المسجد ما في احد برضه. كنت اصلي طلعت اما عاصفي وانا قاعد بس واقف قدام بدرمان انت نقدر من مكان لمكان بسرعه وش. اخ يا نايف والله اعطيتك تلميحتين نايف ارتاق واعطيتك كلام الله معانا ما فاضت من الجاز ما بجاز انا بعرف يعني ايش ما فيها ابي عندي وين ابي المقطع ارسل لك المقطع ارسل المقطع بس اسمع نعم بسوي ديل بسوي ديل معك قبل ال وش هي باخذ الارتاج من 10000 ريال لارتاج ما اي شيء انا اطلع بايدي فاضيه طالع جاز طالع بلاي طالع كل شيء طيب راح يوصلك المقطع الحين راح ارسل لك المقطع الحين اوكي تم يلا اخر 10 ريال من 10000 ريال لارتاق قيمتها 100 ومدري كم نرسل المقطع وات عليكم نايف كيف حالك مساء الخير علومك طيب انت بتجيني بعد شوي باذن الله يعني تطلع من الجامعه وبتجيني وبنطلع نصور مقطع وانا شوف عندي توقعات 100% انك راح تخلي المقطع اخر شيء لانه راح تقول ارتاق كويسه خلنا نوصل بسرعه وممكن تختار والله ما ادري يمكن تختار مقطع بس ما اتوقع بعدها بتبقى على 350 بالاخير بتختار يمكن المقطع وانا برسل لك المقطع عشان شوي يغثك انت طيب انا في البيت قاعد على السيت اب والله العظيم والله على السيت اب والله اقسم بالله هذه غرفتي تعال البيت حياك الله مع السلامه اتصل عيال اتصال في البيت انت ها في البيت انت ها اطلع وينك تحت؟ يلا جايك يا عيال مايك دقيقة نطلع الدريشة عايق بنزل له تحت عيال ها؟ يا ناخذ له ارتاق مسكين هناخذ له كرتون الارتاق اسمع صوت سيارة برا صوت سيارة لا والله لا والله لا دقيقة نتفاهم اخر وش نبغى نتفاهم دقيقة انت الطماع انا ماني دخل تعال انا مستاذن شيل مشطة عادي ما في شيء انا تعال لا تقرب لا تقرب دقيقة والله بس نايف والله العظيم ركز معي ركز هذه الارتاق اخذ ارتاق لا 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 هيا سامر يبي جايبك حطيت الكرتون كامل من الخوف يبي يطلع من هنا وبالحاج والله اسمع والله بنتفشل عندي الحارة قسم بالله العظيم ليه لي عجل ليه مفك عجل ليه طيب ايوه ده حجر ما عندك شيء تحقق عشان قل لا اله الا الله سلم بعوضك بعوضك والله انا اقول لك شيء والله تعال اسمع خذ لك حبه ارتاح قبل شيء خذ لك حبه ارتاح حبه ارتاح اي حبه كلها راحت لا لا حبه لا كلها راحت فداك رجعت البيت ذي طيب خلني بقول لك شيء اول شيء تدري وش اللي قاعد تلحق قبل ارتاح توقع وش انت ايش جاك وش تحس فيه وش موجود يا اخي مد ما جا شيء في بالي بس اني امشي انا أيوه. انا هذا الشارع زي كذا مو من جهه ثانيه ايوه جيت كذا ارتاق طالع لي مثل جايني من هنا حلو وانا جاي من هنا مرات لمك اربع مرات ترى اصبر يعني لازم اقابلك وجه بوجه ايوه ما في احد حلو ما في احد فجاه انت من الشارع الثاني من الجهه اللي ورا ايه كيف؟ طيب خلني بعلمك وانا على الشارع هذا انا كنت هنا كنت يسار ولا صرت يمين وقبلها وبعدها قصدي في الجامع طالع انك في الجامع ايوه بس. كنت اصلي المغرب لا تسوق اكثر عشان ما في صلاه دخلت المسجد ما في صلاه الوقت دخلت المسجد موريهم بعد موريهم المسجد ما في حد يطردون من حق الحرقه
طيب اسمع خلني بقول لك بعلمك اول شيء في مكافاه حلوه. وشي بروح نتقهوى بعد شوي. شكلك دي قهوه صح؟ عندي قهوتك انا عارف انه راحت 10,000 بس اللي قاعد تزيد الموضوع دقيقه غبنا لو درع الفيديو من اول وشو اي لو مختار فيديو ترى كنت طمعت فهم بس دقيقه خلني ابعد شوي اللمبه حق السياره هي تطفى ترى اللي قاعد تلحق حمامه مليون واو واو لين وصلنا نهاية مقطع جماعة الخير. اشوفكم مع الله مقطع جديد مع السلامة.